تعرضت الأسرة السورية خلال أكثر من عقد من الحرب للعديد من التأثيرات، إن كانت الاجتماعية ومؤخرا أكيد الاقتصادية، وهون بيجي دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الأهلي لحتى تأخذ دورها وتكون فاعلة وتعيد بناء الأسرة السورية اللي هي بالأساس لبنة أساسية بالمجتمع السوري وأي مجتمع أكيد. نعم عدي، لهيك معنا المتطوعة وعضو لجنة الإعلام بجمعية تنظيم الأسرة السورية غزل مصطفى لنحكي أكثر عن تفاصيل هي الجمعية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يلا بداية نعرف يعني الجمعية نشأتها ودوافع هي النشأة. تمام، هلا نحن من الاسم جمعية تنظيم الأسرة السورية. نعم. فنحن اليوم هيك الضوء الأكبر يوجه نحو الأسرة، وانت حضرتك بالمقدمه كنت عم تقولي الاسره الاسره الاسره، فنحن اليوم نعنى جدا بالاسره. فجمعيه تنظيم الاسره السوريه هي جمعيه اهليه محليه غير ربحيه، هي اهم نقطه. تاسست بال 74. يعني نحن اليوم صح نعنى بالاسره، قلنا هذا مثل ما قلنا الضوء الاكبر، ولكن نحن عندنا هيك لجان تتفرع عن اللجنه المركزيه، نعنى بقضايا اخرى، التطوع، المتطوعين، الشباب، والشباب هو الشيء الاستراتيجي اللي دائما كمان الجمعيه بتركز عليه، اللي هو جزء من اجزاء الاسره. اضافه لنحن اهتمامنا بشيء بخص المراه، شيء بخص الوقايه فينا نسميه من فيروس نقص المناعه البشري المكتسب، والتوعيه للشباب عموما بما يخص القضايا الجنسيه والانجابيه عموما. يعني الاسره بالفعل اليوم الاسره السليمه اذا عن جد مجتمع سليم، ولما عم نحكي من ال 74 فنحن عم نحكي عن مراحل مختلفه، يعني عم نحكي بكل مرحله عندنا، يعني خلينا نضرب مثال كورونا مثلا كفيروس كان بهي المرحله، بمرحله ما كان في وباء اخر، في مشكلة سياسية أخرى، في مشكلة اقتصادية تانية، فتغيرت الممارسات الجمعية بين فترة والتانية. أكيد. هلأ نحن اليوم أنا قلت لك جمعية أهلية، فنحن اليوم هي الجمعية وكمان بالاسم جمعية تنظيم الأسرة السورية، فهي الجمعية اللي هي أصلا من المجتمع السوري تتعاطى مع مسائله بالضبط، فهي رح تنطلق من المجتمع من وإلى المجتمع. فمثل ما قلت مثلا نحن لما كان في عنا فيروس كورونا كان عنا استجابة عالية، نحن اليوم لما كان في عنا الحرب السورية على امتداد هي السنوات الطويلة جدا، كانت عم تشكل اختلاف كبير بموضوع الجمعية. نحن كنا عم نتعامل مع الحرب بطريقة مختلفة، مثلا نحن كانت عياداتنا عبارة عن 20 عيادة لنفترض بين 20 و30 لما بالتأسيس، من 20-30 عيادة إلى 200 عيادة على امتداد الخارطة السورية. فقديش هذا الشيء نحن اليوم هيك بنصفن إنه واو، انه هو شيء كثير وتطور، لكن قديش كان في دافع كمان ونحن هي العيادات عم تقدم خدمات كثير عظيمه، اضافه للفرق الجواله. يعني نحن اليوم اذا بنرجع هيك للجمعيه او لحتى نقول في صفحه الجمعيه في عندنا حالات ولاده على لما كانت الاشخاص تطلع من اماكن محاصره الى المكان الامن، فنحن يكون عندنا حالات ولاده. اضافه مثلا بشهر التوعيه بسرطان الثدي، نحن كنا كثير نتعامل مع سيدات يكشفوا عن هذا المرض، فنحن هي بالنسبة لنا إنجاز إنه نحن قادرين نوصل، فهذا شيء كتير مهم عبر المراحل. يعني أنت اليوم ما عم نقول لا نحن تجمدنا، كان عندنا فكر معين نحن خلص ماشيين بهي الفكر بهي السياسة ووقفنا، لا نحن اليوم عم هيك نمشي مع المجتمع خطوة خطوة ويوم بيوم. وحتى الشباب، يعني نحن اليوم كونه الجمعية مثلا كان أول مركز شباب بعام 1994، فمثلا من 94 لنحن اليوم 2022، فمتخيل كم جيل شباب مرق، متخيل كم فكر. نحن اليوم هلا مثلا التطوع ب 1994 غير 2000 غير اليوم 2022، خاصة بمفرزات الحرب، مفرزات اليوم الفكر، الشيء المجتمعي. نحن اليوم هلا كشباب إلى آخره بالضبط، يعني نحن اليوم كشباب إذا بنحكي عن مفهوم التطوع يختلف، يعني صار كثير بحر. صحيح. فالكل منطلق، فهي الأجيال كلياتها عم تعطي إضافة، وإضافة مانا طفيفة، هي إضافة جوهرية وحقيقية وملموسة على أرض الواقع. غزل، إذا بتحكي لنا أكثر عن نشاطات الجمعية خلال تداعيات الحرب. خلال تداعيات الحرب مثلا نحن كان عندنا شيء اسمه الاستجابة، استجابة الغوطة، استجابة حرجلة، إضافة لشيء كثير مهم ونحن كثير بنعتز فيه بالمنطقة الشرقية. يعني نحن اليوم الشباب كمتطوعين كانوا هن مؤازرين يعني نحن عم نكون نقطة عم نشبك مع أشخاص آخرين أو حتى المنظمات الشعبية
او الاهليه كانت عم تطلبنا لحتى نكون نحن كجهه داعمه، كنا نروح لكل مكان، ما خفنا ما قلنا، فهي التفاصيل كمان كانت كثير حاضره. بفيروس كورونا كمان نحن خلال هي الجائحه كنا كمان شبكنا مع كذا نقطه، مع كذا فريق بالاستجابه، لا سيما انه نحن اليوم عندنا معدات طبيه، كنا عم نعمل شراكات، عم نعمل اتفاقيات بخص هذا الشيء. مثلا من الشغلات اللي كثير لطيفه كانت المساحات الامنه اللي هي نحن مثلا بتتعلم فيها السيده اشياء لها علاقه بالخياطه، بالكنواشة أو الصوف، نوع من الأمان الشخصي. بالضبط، كانوا عم يعملوا لنا كمامات، فنحن بمكان معين لما كان صار في ضغط كثير كبير على الكمامات استثمرنا هذا الشيء، فكان إنجاز كثير لطيف. بالضبط. نعم. طيب خلينا إذا بنضل نخصص موضوع الأسرة السورية، وخلال الأيام القليلة الماضية إحدى الحوادث، وهي حوادث شبيهة كثير عم تصير بالعاصمة دمشق أو المحافظات السورية، أب تخلى عن أطفاله بأحد أحياء دمشق بسبب صعوبات مادية وأيضا مشاكل ومشكلات نفسية كان عم يعاني منها، وانفصاله عن زوجته وما إلى ذلك. نحن عم نحكي عن أسرة من 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 مئات آلاف الأسر السورية، مثل ما بيقولوا ما بنعرف شو عم يصير. نحن هذا النتاج قدرنا نوصل له عن طريق الإعلام، في شيء غير لا. اليوم شو دورنا كجمعية تنظيم الأسرة؟ كيف ممكن نتعاطى مع هاي المشكلات؟ كيف نحن نتعاطى؟ قلت لك نحن اليوم عندنا مركز شباب، فنحن الموضوع لا يقتصر على مركز شباب، مركز شباب مساحات امنه وعيادات، فنحن خلال هدول بهي الاماكن الثلاثه نحن عم نتواجد كفكره توعيه. لما اول شيء بنبلش مع المرحله الاولى اللي هي شباب، اليوم انا كصبيه وكثير اشخاص من عمري صار عندنا وعي اكبر شو يعني اسره، صار عندنا مسؤوليه انه الزواج ليس هو خلص شخص متحصيل حاصل بالضبط. فنحن هذا الوعي، انت اليوم لما عم تبلش تزرع الزرع، مو اليوم انا زرعت وبكره ثاني يوم رح احصد، فانت على مدار هي السنين نحن عم نشوف هذا الوعي كيف عم يكبر. اضافه لمثلا نحن اليوم كشباب، مثلا من الاشياء اللي كنا نعملها خلال حمله 16 يوم لمناهضه العنف ضد المراه، كنا نتوجه لهي المراكز مساحات امنه او حتى عيادات، نوقف هيك دقائق قليله بين هي السيدات اللي هن مراجعات لاسباب طبيه لنفترض، فنحن كنا نحكي بموضوع الحقوق الواجبات الاسره، شو يعني وعي، شو يعني اليوم تعليم انثى، شو يعني اليوم زواج طفله، زواج القاصر. صحيح. يمكن نحن اليوم اذا بنطلع على هي التفاصيل اللي عم تصير او القصص المؤسفه للاسف، عدم وجود الوعي، وعي الأهل، وعي الزوجين أو الشريكين تجاه هي المسؤولية الكتير كبيرة. هي بس مو بس مسؤولية مجتمعية، هي مسؤولية إنسانية، لأنه بالنهاية هذا الأب اللي ما بنعرف شو ظروفه، ما فينا نحكم عليه، ما بنعرف شو ظروفه النفسية. صحيح. يا ترى كان المجتمع المحيط فيه واعي، عطاه هي الوعي أو عطاه هذا الدعم؟ نحن اليوم كأشخاص كلنا بنحتاج دعم، مو بس على صعيد، على كل الأصعدة، حتى بالدراسة إذا ما كان في حدا عم يشجعنا ويجيب لك اليوم كاسة النسكافيه ممكن ما ننتج. صحيح. فكيف هذا الأب اللي عم نعيش بهي الظرف اللي كتير كتير مو بس صعب، قاسي وصعب، لا يحتمل. صحيح. هون غزال عم تذكري الظروف اللي عم نعيشها والمعاناة اللي عم نعيشها، في برامج عم بتواكب هي الظروف أنتوا هلأ بتكون تحطوها جديدة؟ هلا لقلك شيء، لما اليوم بيجي بقول لك تنظيم الاسره من عام 1974 وانا قلت لك نحن عم نواكب المجتمع بكل نقطه بكل تفصيل بكل تغيير، فنحن اكيد برامجنا ما انا مستحدثه انه وليده هي اللحظه ابدا. نحن اليوم هذا التطور او هي الكيان اللي ضل صامد مقاوم موجود على ارض الواقع بشكل حقيقي من 74 ل 2022، فهذا شيء بياكد لك انه نحن اليوم خططنا دائمه متجدده عم تستهدف دائما كل التفاصيل، فهذا الشيء كمان ايش عم نعيشه بالضبط. نعم. اكيد. نعم. هلا مثل ما قلنا يعني قلت من شوي انه اليوم الاسره السليمه فبالتالي مجتمع سليم، اذا بنرجع نصغر الموضوع اكثر ايضا ضمن الاسره السليمه لازم تكون المراه عم تعيش ظروف سليمه، عم تحصل على حقوقها وعندها شخصيتها المستقله. اليوم بعد اكثر من عقد من الحرب يعني المراه السوريه تعرضت لضغوطات كثير كبيره، بدايه كجمعيه عندها رؤى وعندها نظره معينه، كيف بتشوف واقع المراه اليوم؟ هي بشو بحاجه يعني حاجه تشوف؟ لك شيء، نحن اليوم قبل وبعد والحمد لله، يعني أنا كثير مصرة أنه نحن كنا وما زلنا ورح نضل. يعني لما أنت عم تقول النواة الأولى للأسرة هي الأم، يعني نحن كلنا بنعرف أنه قد إيه الأم، أنه الأم اللي بتكون مثقفة بتبني بتعلم، فهي رح طالع جيل، لأنه هي التماس الأول المباشر مع عدم إلغاء دور الأب اللي هو دور كثير عظيم، ولكن الأم هي دائما على تماس مع فكر الطفل. فنحن اليوم نركز دائما على المرأة من خلال، يعني نحن اليوم قلت لك مساحة آمنة
شو يعني مساحة آمنة؟ نحن اليوم طالعنا هي سيدة المنزل من هذا المكان المغلق من 4 جدران لسيدة راحت على هي المساحة الآمنة، تعلمت شيء هي بتحبه. من قصص النجاح اللي كتير كمان هيك مضيئة بسجل تنظيم الأسرة، أنه في إحدى السيدات تعلمت ضمن المساحات الآمنة عمل المنظفات، واستثمرت هذا المشروع لحتى يكون هو مشروع ربحي بيدر لها أرباح لحتى تعيش منه عيلتها. فنحن دائما مركزين على انه نحن مو بس نشوف المشكله ونقول يلا هي هي المشكله وسوف نعالج وسوف نفعل، لا، نحن عملنا، نحن اسسنا، نحن اتجهنا لكل انثى. يعني برجع بقول من جيل الشباب للاجيال الاكبر، لما انا بيوم اليوم بكون واعيه، لما بوعي الاجيال الاكبر مني 60 و70، فهي اللي عمرها 70 سنه ما عاد تقدر تغير بواقع بنتها، ولكن هي رح تغير بواقع حفيدتها لما رح تكون مصره على التعليم. فهي نقطة التعليم هي الشيء اللي كتير نحن بنركز عليه، موضوع عدم زواج القاصرات، أو أنه شو يعني زواج بسن صغير، مكافحة قدر الإمكان بالضبط. فأنت اليوم حتى هي اللي عمرها 70 سنة كتير مهم نحن نتوجه له، واللي عمرها 60 نحن عم نتوجه دائما لكل الشرائح. التغيير ما بيكون بس من عند الشباب، التغيير بيكون بمختلف الشرائح، لأنه أنا اليوم كشب إذا ضليت أحكي 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 ايد واحده ما بتسقف. صحيح. اذا ما كانوا اهلي مقتنعين لازم نوصل للكل. بالضبط، كل شرائح المجتمع نحن عم نشارك. لهيك الجمعيه شايفه الواقع وعم تغير، مو بس شايفته. فنحن بنعرف انه هي بحاجه دائما تعليم، التعليم مو بس تعليم انا لحتى اخذ شهاده جامعيه، التعليم المهني، التعليم الثقافي او المعرفه بحقوقي وواجباتي. خلص عمري 70 سنه، حتى لو عمري 70 سنه انا اليوم كثير مهم اعرف انا شو واجباتي، شو هي حقوقي كانثى. يعني هذا شيء بينعكس على تفاصيل حياتي وكيف انا عم عيشها. هلا لما عم نحكي عن الاسره وعم نحكي عن هذا الكم الهائل من الافكار والنشاطات والرعايه، خلينا نقول نحن بحاجه دعم بشكل او باخر، ان كان من جهات حكوميه او ان كان من جهات خاصه. بدايه هل هو موجود؟ شو شكله؟ اكيد نحن اليوم هذا الوجود اكيد في بده دعم. نعم، مثل ما قلت ايد واحده ما بتسقف. صحيح. ونحن اليوم من المجتمع السوري والى المجتمع السوري، فاكيد نحن عم نقوم على ركائز قويه تدعمنا لحتى نضل نحن مستمرين. فنحن دائما بنعتز بهذا الدعم الخاص او الحكومي، اضافه لوجود شركاء، هن شركاء محليين او من المنظمات الاهليه والشعبيه، مثلا عندك شبيبه الثوره، طلائع البعث، اضافه لكثير جهات نحن عم نشبك معها. عم يكون الدعم مو بس دعم مادي او دعم معنوي، لا، هو دعم فني لاتمام وانجاح هي النشاطات اللي كنت عم نحكي عنها سابقا. بالضبط، يعني اي شيء هو عم يأثمر، هيك كل نقطه بتعمل بحر. فنحن اكيد عندنا دعم، ودعم من مختلف الجهات، وتشبيك دائم ومستمر. نعم. بالنسبة لشروط الانتساب للجمعية، هل هي سهلة؟ صعبة؟ كيف هي؟ أكيد نحن اليوم ما نحطين شروط خارقة، ونحن اليوم الجمعية كونها رؤيتها الأولى أنه الشباب هو النواة وهو هيك الثمار الأعظم بمسيرة الجمعية لنفترض، إضافة للأشياء الثانية اللي نحن مركز عليها. ولكن أكيد نحن ما رح نقول للشاب ممنوع أنت اليوم تيجي تتطوع معنا. مراكز الشباب دائما وأبدا فاتحة أبوابها لأي شاب عنده فكرة، عنده رؤية، هي مجرد مجموعة أوراق ثبوتية. نحن منقدم طلب الانتساب، وأكيد نحن اليوم مو أي طلب انتساب يوقع عليه ونمشي وخلص. أكيد نحن عم نستهدف وبتهمنا الشرائح المختلفة بالشباب، ولكن في عنا لجنة أكيد رح تدرس هذا الطلب وقيمه بشكل أو بآخر. بالضبط، فبتكون في بالنهاية موافقة. ولكن في نقطة كتير مهمة، أن تكون متطوع بتدخل المركز هذا ما شرط. أي شخص بحب يزور مراكز الشباب الموجودة بكل المحافظات السورية فيه يتوجه لهذا المركز. طلب التطوع أو أنك تكون حامل لعضوية بجمعية تنظيم الأسرة ما شرط. يعني نحن اليوم كمتطوعين لأنه نحن بنحمل على عاتقنا مهمة، ولكن أن تكون غير متطوع نحن أبوابنا دائما مفتوحة سواء بالعيادات أو بمراكز الشباب. الإقبال عم يكون جيد؟ يعني فيك تقدري أنه هو جيد نسبيا أم متواضع؟ بالعكس، أنا من شوي كنا عم نقول نقطة أنه هذا الثقافة أو هي الوعي اللي كل مالها كل يوم عن يوم عم تكبر. هذا كان هذا الانعكاس نحن شفناه من خلال الإقبال اللي كتير كبير. كنا كتير مبسوطين بأنه الشباب الجامعي وغير الجامعي كان مؤمن أنه الخطوة الأولى للتغيير والإصلاح والوصول إلى بر الأمان بمجذاف، هذا المجذاف هو عبارة عن تطوع، عبارة عن عمل إنساني، عبارة عن رسم بسمة، ولو أني أنا وزع بالون بنشاط، أرسم بسمة مع طفل، أعمل فكل هاي التفاصيل كانت عم تخلي الشباب مقبل وبشكل كتير كبير أنه أنا إيه بدي أتطوع. يعني أنا شخصياً بعرف شاب اليوم هو عمره 18 سنة
ولكن هو له بالجمعيه 5 سنين، يعني كان عمره 13 سنه لما بلش. طب انت صغير، انت شو مآمن؟ انا مآمن انه انا بكره انا بايدي، انا بدي شارك من انا وهلا. يعني انا لو بالضبط صار الموضوع هو ثقافه، وثقافه كثير عظيمه عم تنعكس على الاقبال الشديد، مو بس بتنظيم الاسره. يعني نحن اليوم عم نشوف اي شخصك بالسي في انه انا متطوع بكذا وكذا وكذا، ولكن تنظيم الاسره كونه عندنا توجه توعوي له علاقه بالصحه الجنسيه والانجابيه واشياء اخرى، فعم يكون اقبالها مختلف. نعم، شكرا كثير لك غزل على كل هالفائده اللي قدمتي لنا اياها وعلى كل هذا الحماس. يعني اكيد اكيد بالعمل والعطاء، ودائما الناس بيشتغلوا بالجانب التطوعي بيكون خلافا للناس الثانيين، ممكن عم منظمين ضمن منظمات او حتى عم يتقاضوا اجور معينه بتلاقيهم في حاله ركود معينه، لكن دائما المتطوع بيكون مقبل بشكل كثير كبير على العمل. صح، مقبلين، لا سيما انه اليوم الجمعيه مشكوره دائما بكل اعضائها، عم تفسح لنا هذا المجال، عم تعطينا هي المساحه. بس بالنهايه بدي اقول كل عام بخير، وكل عام وكل امراه وانثى على وجه هذه البسيطه تتمتع بحقوقها وتتمتع بالصحه الجنسيه والنفسيه والجسديه.